مرحبا ابو عياش. يا شباب كلمه حق بهذا الرجل، اسلم. اولا الرجل هذا امس القي ظلما جزافا في تهم لم يكن احد فهمت علي؟ اتهموه اتهامات باطله ولا دوروا عليه، واثر الرجال هذا كان منجضع في المسرح، وابشركم لقيناه على خير. جاته البارح حبه الاسناس مبارك، حبه الاسناس ثانيه فرصه ثانيه. الله الله والحمد لله على السلامه. يا هلا والله وشرفت. اسلم اسلم. اي ولكن اتمنى انهم ما يتحرون الدقه. اقول اشكر الاداره على طافي 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 طافي. اصبر 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 دقيقه. أشكر الإدارة على حرصها، ولكن أتمنى أنهم يتحرون الدقة، ما يلقون إجحافاً على نعم لأني نايم. شفت. أنا أدري أنك نايم، تجيك التهايم وأنت نايم. إيه ابن جدران وش يقول؟ المجنم من الأوادم ما يخلى. هذا والله أنا اعتقوني يا مسلمين. تجيك التهايم وأنت نايم. أنت شوف ما عاد مظلومه. تعبان تعبان. بعيد وبعيد. ما عاد في حيل الكلمه الثانيه يجيبها.